لما يكون عندنا لعيب في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ونكون احنا في الاشبال اول ناس اتكلمنا عليه، والحمد لله الناس تبدا تعرفه من عن طريقنا ويبدا ياخد فرصته في الفريق الاول ويثبت نفسه، ونكون احنا السبب، بنكون اسعد الناس في برنامج الاشبال كل فريق العمل. ضيفنا النهارده واحد من اللعيبه اللي احنا سلطنا الضوء عليهم من حوالي 3 4 سنين، بدانا نقول اللعيب ده هيكون ليه مستقبل ان شاء الله في الدرجه الاولى بالنادي الاهلي. برحب بضيفي وضيفكم النهارده كابتن احمد نبيل كوكا. منور يا كابتن احمد. حبيبي يا كابتن اسامه، ربنا يخليك، ومبسوط ان انا مع حضرتك النهارده وفيتي قناه النادي الاهلي، ودايما بتشرف بوجودي مع حضرتك والله. قول لي بقى في البدايه كده، هي كوكا ولا كوكا؟ هي كوكا. كوكا زي ما انا قلتها صح؟ هي كوكا. طيب هي كوكا صح. طب قول لي بقى كوكا دي جت منين؟ انا زمان والدي كان بيلعب كوره، فكان معاه حد اشول برضه، كان اسمه كوك. فكنت انا صغير، انا من صغري كنت اشول ودايما بلعب كوره كتير في الشارع وكده، فكنت شبه كنت شبه صاحب والدي ده، فطلع والدي طلع عليا الاسم ده بقى. انت منين اصلا بقى قول لي؟ انا اصلا من البساتين، لكن انا حاليا قاعد في المعادي، لكن انا اصلا من القاهره يعني. انا من القاهره. مش من المغتربين؟ لا لا، اللي قاعدين في استراحه النادي. لا لا لا، انا من البساتين، منطقه شعبيه كده، اهلها ناس جميله يعني. احسن ناس اهالي المناطق الشعبيه كلها. حبيبي يا كابتن. قول لي بقى يا بطل، البدايات مهمه جدا، لما انت كنت بتلعب وواحد شبهك كوكا وباباك سماك على كوكا، ازاي ابتدى المشوار ومين اللي قال لك على النادي الاهلي وجات فكره النادي الاهلي ازاي؟ هو انا في الاول كنت بلعب في مركز شباب الباسيتين اللي هو في منطقتي اصلا، وانا عندي 4 سنين، قعدت فيه 4 سنين بالظبط، وبعدين رحت النادي الاهلي. كابتن احمد عبد الهادي ده اللي كان موجود في مركز شباب الباسيتين، وده اللي قال لي ان في اختبارات في النادي الاهلي وكده. لما انا رحت النادي الاهلي ما كانش لسه سن اتعمل، يعني مواليد 2001 ما كانش لسه اتعمل. انت رحت كان عندك كام سنه وقتها؟ انا رحت كان عندي 7 سنين. ده لسه انت بتبدا مع الاقل من 8 او 9 سنين. كنت لسه صغير جدا. انا دلوقتي ما شاء الله يعني الحمد لله بقى لي 13 سنه يعني في النادي الاهلي. فاول ما رحت كان اصغر سنه، كانت مواليد 2000. يعني 2001 اصلا ما كانش لسه اتعمل، لسه الفرقه دي ما اتعملتش. فانا نزلت معاهم 3 شهور، وهم النادي الاهلي يعني الحمد لله ما رضوش يمشوني، قالوا لي انت هتنزل اكاديميه 3 شهور وفرقتك هتتعمل يعني في فترة قريبة كده، فرقتك هتتعمل. نزلت أكاديمية النادي الأهلي مع كابتن ناصر، والحمد لله يعني بعدها بفترة قليلة فرقتي اتعملت وطلعت. يعني في الفترة دي النادي الأهلي ما استغناش عنك، وجهوك التوجيه الصح عشان بالزبط. تفضل تحت عيون المدربين، فأنت اتمرنت في الأكاديمية لمدة سنة وبعد كده طلعت تاني القطاع. لحد ما فرقتي اتعملت بالظبط، نزلت سنة الأكاديمية لحد ما فرقتي اتعملت، وبعدين طلعت تاني مع فرقتي بقى اللي هي 2001. أول واحد مرنك مين بقى في القطاع؟ كان مدرب كابتن مين؟ كابتن عصام صلاح. كابتن عصام، مدربين محترمين. بالظبط. كابتن عصام صلاح، بعدين كابتن ياسر محمدين وكابتن أحمد جمال، بعدين كابتن محمد شرف وكابتن إسحاق أول، بعدين كابتن أحمد سراج وكابتن زكريا وكابتن ممدوح. ما شاء الله مدربين كتير. وكابتن ياسر رضوان، يعني طبعا المدربين كلهم محترمين، بس مين اللي ساب بصمه وترك يعني اثر في احمد نبيل كوك؟ والله هم كل الناس، يعني اي حد بيجي يشتغل في النادي بيحاول يطور من كل الناس، بيطور من كل اللاعبين، ويحاول يساعده يظهر بشكل كويس، عشان كل ده عشان الفريق الاول. لكن انا اشتغلت معاه فتره قليله جدا. يعني كابتن ياسر رضوان من احسن الناس اللي انا اتعاملت معاه في حياتي، وهو اشتغل معايا فتره قليله جدا، وممكن اقل المدربين اشتغلت معايا في الناشئين. لكن واحد من الناس اللي طورت مني جامد جدا بصراحه. لكن بصراحه يعني كل المدربين طوروا مني جامد يعني الحمد لله، كله بيشتغل في مصلحه النادي الاهلي يعني في الاول. اول مكافاه ليك في القطاع كانت كام؟ او في النادي الاهلي عموما؟ كانت 50 جنيه اظن. 50 جنيه؟ كان عندك كام سنه وقتها؟ 7 سنين ولا كنت 8 سنين وقتها؟ كنت في السن ده 8 9 سنين كده. 8 سنين بقى ومعاك 50 جنيه بقى، و50 جنيه دول مبلغ، عملت بيهم ايه وقتها بقى؟ والله ما فاكر، بس يعني اي فلوس من النادي دي بتبقى حاجه يعني احنا كلعيبه بنبقى مبسوطين بيها، وكمان كنت لسه في سن صغير، وكنت اول مره في حياتي اخد مكافاه بقى، كنت ملعب في مركز الشباب لسه. فكانت اكيد كانت حاجه بسطاني جدا يعني. طبعا يعني وانت في قطاع الناشئين، اللحظه بقى اللي هتبدا تطلع فيها درجه اولى من اللحظات اللي انت عمرك ما تنساها. طبعا مين اللي بلغك الاول انك انت هتطلع مفروض بكره تتمرن مع الدرجه الاولى؟ اللي بلغني كابتن خالد بيبو طبعا، يعني كابتن خالد بيبو واحد من اللي فضل عليا كبير جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا كنت موجود في الفريق الاول. وانا من اول موسم كنت بنكشه كده ان انا عايز اطلع الدرجه الاولى، والحمد لله يعني. كنت بتقول له ايه بقى؟
من اول يوم اول يوم جه فينا قلت له فيه اول مهمة. يوم لسه بيقول بسم الله فينا قلت له عايز اطلع الدرجه الاولى فقال لي اشتغل وبيني وبينك الملعب يعني كويس وماشي كويس الدنيا تمام اكيد فرصتك هتكون كبيره ان انت تطلع فوق فالحمد لله يعني ان انا قدرت اعمل ده وهو بصراحه يعني وفى يعني بوعده وطبعا بشكره جدا يعني عايز اكلمك في نقطه مهمه قبل ما اروح بقى برضه للكواليس احمد نبيل كوكا في قطاع النشئين بالنادي الاهلي في مدارك كله في حياتك كلها بتتمرن او بتلعب ايه؟ مركز ست مركز ست هاف ديفندر زي عمرو السوليه وزي اليو ديانج صح كده مظبوط؟ تمام ما طلعت مع الفريق الاول لقيت نفسك في مركز تاني لاول مره تلعب في المركز ده باك ليفت هل لعبت فيه في قطاع النشئين بالنادي الاهلي والمدربين لعبت ولا كان دي اول مره تكون موجود دي فيه؟ دي كانت اول مره في حياتي ان انا اشارك في المركز ده فالظروف حطتني في الموقف وكان بالظبط موقف صعب وضغوط كبيره على ان انا اول مره كمان او تاني مره اشارك بعد ماتش ابو قير اللي هو شاركته في مركزي انا لسه هرجع اتكلم التفاصيل عن مشاركاتك دي كلها بالظبط بس هو كان موقف صعب الحمد لله ان انا ربنا كرمني فيه وقدرت اتعامل مع الموقف بطريقه كويسه الجهاز كله اشتغل معايا ان انا اظهر بصوره كويسه جدا في المكان دوت من تدريبات كل الناس كانت واقفه معايا كل الناس كانت بتحاول تخليني اظهر بشكل كويس الحمد لله يعني فضل ونعمه من ربنا ان انا ظهرت بشكل كويس يعني وكنت قد المسؤوليه اول واحد استقبلك بقى وانت طالع الدرجه الاولى بعد ما الكابتن خالد بيبو كلم الناس فوق عندنا لعيب كويس يا جماعه اسمه احمد نبيل كوكا وحارب عشانك شوف الراجل ده مين اول واحد بقى استقبلك في اوضه اللبس فدي برضو عمك حارس عم حارس طبعا هو احنا كنا طالعين بتاع 12 واحد فطبعا بتبقى مشكله بالنسبه له بقى اللبس واليوم ده بالنسبه له بيبقى تعب اهم حاجه عنده اللبس فهو اول واحد بيستقبلنا طبعا عم حارس راجل جميل وتاريخ كبير وزي والدي طبعا فهو اول واحد استقبلني بالطقم كده وكانت واحده من اللحظات اللي انا عمري ما انساها طبعا مين من اللعيبه برضو غير عمك حارس كان كله بقى ما كله كان يعني احلى حاجه ان كان اول يوم لينا ده كنا احنا عدد كبير كنا بتاع 12 لعيب فكان كل اللي يدخل بقى كان يبص لنا كده يقول لنا احنا ايه جينا مدينه نصر ولا لا اشترى فرقه جديده ولا ايه فكانت دي حاجه من الحاجات اللي ساعدتنا ان احنا نظهر بشكل كويس وتشيل من علينا الضغوط ان اللعيبه الكبيره كلها داخله بتهزر معانا فدي عملت كان عامل ايجابي لينا جدا فكان كل اللعيبه بصراحه كانت بتتعامل معانا بشكل كويس جدا يعني ودي ساعدتني كتير ان انا اندمج معاهم في اسرع وقت الفرق بقى بين التمرين تطلع مع الدرجه الاولى تمرين مختلف احمال مختلفه وما بين قطاع الناشئين بالنادي الاهلي الفرق كان واجهتوه ازاي وقابلتوه ازاي وتاقلمتوا عليه ازاي كمان اكيد بيبقى في فرق كبير طبعا فرق بين الناشئين وفرق بين الدرجه الاولى فرق لعيبه فرق كل حاجه طبعا لكن في الاول في الاخر ما خلاص هو احنا بنشتغل كل السنين اللي فاتت دي عشان اللحظه اللي احنا هنبقى فيها دي ما ينفعش نيجي بعد كل ده ونخلق اي عذر ولا اي اسباب فالحمد لله الواحد كان بيحاول ان هو يكون شبههم يتعلم منهم يشوف الدنيا هنا ماشيه ازاي عشان يخش في الاجواء دي عشان يقدر يكون موجود مع الناس دي اللي هو طبيعي ان ده حلم ان انا اكون معاهم ما ينفعش يكون ليا عذر لكن اكيد فرق كبير لعيبه كبيره كلها لعيبه النادي الاهلي دايما في احسن لعيبه في افريقيا كلها لعيبه دوليه فالحمد لله يعني شايف بيتسو موسيماني اول واحد اداك الفرصه كان بيتسو موسيماني صح اول واحد لعبت معاه طبعا قبل ما اسالك بقى بيتسو موسيماني قال لك ايه شاف الاول ازاي زيارته في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي كان متواجد امبارح متواجد النهارده متواجد بكره ده اثره ازاي كمان على زمايلك وعلى اللعيبه وعلى الاجهزه الفنيه هعرف الاجابه منك لكن بعد الفاصل ماشي تمام بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد كابتن احمد قول لي شاف زياره بيتسو موسيماني ازاي لقطاع الناشئين خاصة خلاص ان المسافة قربت دلوقتي، ما بقاش في فرق بين القطاع والدرجة الأولى كتير، النهارده المدير الفني متواجد بنفسه امبارح والنهارده وهيكون متواجد بكره، ده الرسالة اللي عايز يوصلها ايه لقطاع للعيبة والأجهزة الفنية؟ أكيد دي حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لنا كمان احنا كلعيبة ودي ما كانتش بتحصل كتير الفترة اللي فاتت الحمد لله ان دي بدأت تحصل فالطبيعي ان احنا كلعيبة ان احنا نحس ان كل الناس مركزة معانا وان الفرصة قريبة وان الدنيا بقت اسهل فدي اكيد حاجة بتدينا دفعة وبتدينا حماس وطبعا يعني بنشكره بالنيابة عن اللعيبة كلها بنشكره عن ان هو دايما بيدينا فرصة كبيرة ودايما متابع معانا والمفروض ان الفريق دلوقتي في اجازة لكن هو بيجي وبيتابع فدي حاجة تحسب له طبعا فبنشكره عليها جدا. أنت أول مباراة ليك مع الدرجة الأولى كانت أبو قير صح؟ أبو قير رسمنا كانت في كأس مصر.
اول مباراه ليا كانت توقير في الاسمده في كاس مصر بعد 15 يوم مع الفريق الاول بس الحمد لله. طب قول لي بقى كواليس المباراه دي، خاصه اول مباراه دي ما بتتنسيش، اول مباراه ليك مع النادي الاهلي، لعبت انت في مركزك في المباراه دي، كانت مباراه مهمه في كاس مصر، والبطوله دي النادي الاهلي اخدها، خدناها الحمد لله، دي كانت اول بطوله ليا كمان. موسيماني قال لك ايه قبل المباراه؟ انا الاستعداد كان للماتش ده، كان كنت لسه طالع ما كملتش 15 يوم، فكان في منتخب كبير وكمان كان في منتخب اولمبي، فكانت الدنيا فضيت شويه، فانا طالع لسه، كنت طالع اللي هو لسه في تمرين، مش حاطط في دماغي ان في ماتش، الدنيا لقيتها يوم في التاني في التالت، قربنا الماتش جدا لقيت نفسي محطوط اساسي، وكابتن سامي بدا يهزر معايا، فالتلميحات بدات ابان ان انا هلعب، فدي كانت مفاجاه كبيره ليا طبعا. لكن مستر بيتس طبعا من اول يوم ليا كان بيتكلم معايا بشكل غير طبيعي، اداني ثقه كبيره جدا، فكان لازم الواحد يكون قد الثقه اللي هو اداها لي دي طبعا، والحمد لله يعني ان انا كنت قد الثقه دي وظهرت بشكل كويس يعني الحمد لله. بعدها بعد المباراه دي، بعد ما ظهرت بشكل كويس، كان في اصابه لعلي معلول، وعلي معلول من اللعيبه المهمه، فما بدا يفكر بيتس موسيماني، بدا يفكر في احمد نبيل كوكا في حته الباك ليفت، ما لعبتهاش قبل كده لكن لعبتها واجدت فيها بشكل كبير، وده ما لعبتش مباراه واحده، انت لعبت كام مباراه في المركز ده؟ لعبت حوالي 6 7 ماتشات. 6 7 مباريات. كلمنا برضه عن الفتره دي. الفتره دي كان زي ما حضرتك قلت كابتن علي معلول كان مصاب، وكمان كابتن ايمن اشرف كان مصاب، كان بيلعب في المكان ده، وكابتن محمود وحيد كمان كان مصاب. انت ايه، خلصت على الباكات لا انا كلهم؟ مش بلعب باك ليفت. فما فيش غريب يلعب برجله الشمال اظن في الفرق. فطبعا مستر بيتس موسيماني وكابتن سامي لي دور كبير جدا في ان انا العب كمان باك ليفت، وكان من الحاجات اللي رشحني في المكان ده، فما كانش فيه غير يعني ان انا بلعب برجل الشمال في المكان ده، فالحمد لله ان انا اتحط في المكان دوت، وفي الوقت ده كان الاهلي بيمر بفتره كمان صعبه جدا، ضغط المباراة ماتشات. كانت ايه؟ كانت امبي، لعبت امبي ومصري وجونه والنصر اتحاد او سموحه، سموحه سموحه ومين تاني، بتاع كلها 6 ماتشات، كلها مباريات تقيلة، كلها ماتشات صعبه جدا، ماتشات صعبه طبعا، وكمان كانت اللونجات اللي كانت بتلعب عليا كلها نصها افارقه، فكان حاجات صعبه جدا، لكن الحمد لله فضل ونعم من ربنا ان انا اظهر في المكان ده عشان اخد الضجه دي كلها او الكلام كله اللي اتقال عليا ده نعمه من عند ربنا طبعا، بحمد ربنا عليها. خلي بالك في مباريات كتير فيها خدت احسن او رجل المباراه او احسن لاعب في المباراه. الحمد لله كنت بحاول اظهر بشكل كويس جدا، لان بعد اول ماتش ليا جماهير النادي كلها كانت في ظهري، فانا كان لازم اكون قد المسؤوليه دي، وكان لازم اعمل كل اللي اقدر عليه، فالحمد لله يعني كنت بعمل ارقام كويسه جدا في الماتشات، فنعم الحمد لله من ربنا. علي معلول كان ليه كلام معاك في الفتره دي وهو مصاب، كان بيوجهك وبيتكلم معاك وهو بيتمرن في فتره الاصابه، كان على طول في توجيهات مستمره من علي معلول. علي معلول طبعا كابتن علي، مش انا اللي هتكلم على كابتن علي معلول، هو دلوقتي اظن مصري خلاص. فالفتره اللي هو كان مصاب فيها دي وانا لعبت ماتشين، كان في التمرين الكروسات كابتن علي معلول كان بيقف لي على خط بالكوتش، كان بيقف على خط الملعب، كان بيوريني التكنيك عامل ازاي، لانه ما شاء الله طبعا في الكروسات حاجه كبيره. يعني علي وهو كان مصاب الفتره دي بينزل لك على الخط ويعلمك ازاي ممكن تتعامل بالشكل ده، يبدا ينقلك بعض الخبرات. كان بيتكلم معايا كتير جدا بالذات في موضوع الكروسات ده، عشان اقدر اتقنها في اسرع وقت، عشان اقدر اكون عاملها بشكل كويس. فانا طبعا بشكره جدا، يعني كان من اكتر اللعيبه اللي كان بيتكلم معايا في الوقت ده. ده شيء جميل طبعا، وده الدور المهم، اللعيبه الخبرات واللعيبه الكبيره في النادي الاهلي ودورها كمان مع اللعيبه الصاعده الواعده من قطاع الناشئين النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب طبعا قابلتوه قطاع الناشئين من النادي الاهلي، وكمان مع الدرجه الاولى، زيارات على طول مستمره ودعم مستمر من الكابتن محمود الخطيب ليك. اكيد انا حاطط صوره ليا انا وهو مركبها جنب بعض كده، هي دي، بص ايوه هي دي، دي واحده في قطاع الناشئين اللي على اليمين، دي في قطاع الناشئين، دي في 2018 اظن، ودي 2021، ودي مع الدرجه الاولى بالظبط. كابتن محمود يعني مش قدوه لي انا بس، اظن ان هي قدوه لمصر كلها، وطبعا ببارك له وببارك للنادي الاهلي وقائمه كابتن محمود الخطيب كلها طبعا بالنجاح، وان شاء الله يكون 4 سنين كلها خير على النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، وما فيش كلام يوصف الصوره دي بالنسبه لي. بتكونوا سعداء لما الكابتن كان بيجي لكم وانتوا صغيرين في القطاع، احساسكم ايه؟
اكيد احنا فجأة لقينا كابتن محمود الخطيب كلمونا ان هو نازل وواقف يسلم علينا كلنا وعايز يعرف اسامينا في موقف حصل معانا من اول يوم طلعت فيه قابلته هناك. يعني ان انا اروح لكابتن محمود الخطيب واسلم عليه وهو انا رايح اسلم عليه ان هو يقف من على الكرسي ويسلم على ناشئ، فيعني دي كانت حاجة بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا، ويوريك ازاي الاحترام وكل حاجة حلوة من الكبير للصغير كل حاجة. يعني كابتن محمود الخطيب قدوة لينا كلنا. أكيد الكابتن محمود الخطيب يظل قيمة وقامة كبيرة. قول لي بقى كوكا، يعني أنت عملت حاجة كويسة الفترة اللي فاتت، ما بتشاركش مع الدرجة الأولى بالنادي الأهلي، لكن كان عندك إصرار أنت شخصي أنك تنزل مع كابتن عمرو أنور ومع فريق الشباب وتكون متواجد وتلعب علشان تكون جاهز في أي وقت لو اضطربت في الدرجة الأولى تكون موجود. بالظبط، في الوقت اللي انا ما اكونش موجود فيه فريق 2001 بيلعبوا كل سبت، بنزل اتمرن معاهم تمرينتين قبل الماتش وبكون موجود معاهم في الماتش، لان وارد في اي وقت اكون موجود ولازم اكون ادي المسؤوليه لما اتحط. فاكيد لازم انزل العب ولازم اكون جاهز ولازم اكون واقف على رجلي، لان الموقف اللي انا اتحطيت فيه ولعبت فيه كان موقف مفاجئ برضه، فلازم اكون جاهز في اي وقت. العلاقه ما شاء الله ما زالت طيبه مع كل اصحابك فريق الشباب، مغربي واحمد اشرف، محمد اشرف، عمر حجاج، طه، كل اللعيبه. كله 2001 كلها قريبه مني ولعيبه رجاله وفريق كبير جدا، وكل سنه الحمد لله بنقدر ناخد البطوله، فكلهم حبايبي يعني. وكمان مع الجهاز الفني. كل الناس الحمد لله بحبها وكل الناس قريبه مني. طب تعالى نشوف قالوا ايه عنك. يلا بينا. احمد طبعا من اللعيبه الممتازه جدا، وده كان باين من فتره كبيره. وده اللي خلى طبعا ينضم للفريق الاول وينتظم معاهم في التدريبات ويشارك معاهم على فترات يعني. وانتظامه حقيقي في الدرجه الاولى في الفريق الاول اداله تقل، يعني حتى بقى يعني واضح لما بيجي يلعب معانا لا في تقل في طريقه لعبه، في ستايله، تكوينه حتى جسماني اتغير، فده كان طبعا اضافه لي ان هو يتطور ويتحسن، وان شاء الله نتمنى له التوفيق يعني باذن الله في اللي جاي. كوكا من اللعيبه الرجاله يعني معروف في نص الملعب، يعني من احسن لعيبه اللي هو تحسه مسمار في نص الملعب محدش بيعدي، وكمان كورته عاليه يعني ليه ما اقدرش انسى جون السنه اللي فاتت ضد الاسماعيلي في الاسماعيليه في اخر دقيقه واحنا متعادلين 0-0، جاب جون شوطه من بره منطقه الجزاء، وكان جون في اخر الماتش بيه هو ده ممكن يكون سبب ان احنا كسبنا السنه اللي فاتت الدوري. كوكا جوه الملعب مفيش هزار، جد بيتعامل بكل رجوله وبكل قلب وروح، هو يعني حتى ممكن مثلا المحبه مثلا تاخدنا شويه ان احنا يعني عشان صحابه كده، بس هو ما بيفرقش الصراحه، يعني جوه الملعب حاجه تانية وبره الملعب حاجه تانية خالص يعني. طبعا في البدايه بحب ارحب كابتن اسامه وكوكا. طبعا كوكا النهارده مع كابتن اسامه عبد النبي، تحب تقول له ايه وايه رايك في كوكا في مستواه الاخير الفتره اللي فاتت؟ طبعا كوكا مش محتاج حد يتكلم عليه، كوكا طبعا لعيب جامد ومش محتاج حد يتكلم عليه. لا قول لنا ايه رايك في مستواه ما تميز. ما قلت هو لعيب جامد. طب تقدر تقول لنا يعني حاجه حصلت او حاجه فاكرها لكوكا في معسكر كنا كلنا مع بعض، موقف حصل مثلا؟ كنا ايوه اسمع ليا، كنت انا وحجاج وطه وكوكا، وكانت الاوضه يعني كانت مجزره. وكان كل ما حد ينام الكوكا بيقفشه نايم ومطلع الشبشب ومده على رجليه. قعدنا كده لحد الساعه 2. معلش بقى يا كابتن ياسر، بس نزلنا الماتش وكنا كويسين والله. يلا الحمد لله. بالتوفيق يا كوكا، واتمنى لك ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله يعني من تقدم لتقدم وتكسر الدنيا ان شاء الله. كوكا عشره 6 سنين في النادي الاهلي، من ساعه ما جيت طبعا النادي الاهلي ومنتخب مصر واوضه واحده طبعا، وعشره منتخب اخويا طبعا، ان شاء الله بتمنى له التوفيق وربنا يكرمه ان شاء الله. تعادل خدنا الدوري ده في الدقيقه 90. تمام، عشان كان بيقول لي اخر هدف في التقرير اللي فات ده كان هدف امام الاسماعيلي، والهدف ده اخذوا بيه الدوري في بطوله الشباب السنه اللي فاتت صح؟ السنه اللي فاتت ده كان جون في الدقيقه 90، ده من الاهداف الرئيسيه الحمد لله اللي خلتنا ناخد الدوري الموسم اللي فات مع 2001. شايف ما شاء الله علاقه طيبه بتجمعك مع كل اللعيبه، ما شاء الله احمد سيد عبد النبي مشكله، هم كلهم حبايبي ودمهم خفيف طبعا، وكل ده يعني حاجات حب بينا وهزار، واظن ان اقل واحد فيهم عشره 7 سنين، فطبعا بشكرهم كلهم معانا عن الكلام الجميل ده، وكلهم حبايبي وان شاء الله كلهم يكونوا يكسروا الدنيا الفتره اللي جايه دي، واشوفهم في الفريق الاول ما عدا حجاج عشان قال كوارث علينا. طب بمناسبه واحنا بنتكلم عن 2001 دلوقتي،
يعني نشوف برضو جدول ترتيب بطولة الجمهورية اللي ماشي فيها ما شاء الله 2001 في المركز الأول. النادي الأهلي لعب 8 مباريات في المركز الأول عنده 20 نقطة، متساوي مع الجيش برضو لعب 8 مباريات في المركز الثاني لكن رصيد الأهداف أكتر للنادي الأهلي 20 نقطة. الزمالك الأهلي كمان بلا هزيمة، الزمالك في المركز الثالث من 8 مباريات 17 نقطة، بيراميدز في المركز الرابع، الاتحاد في المركز الخامس، جونة في المركز السادس، سيراميكا في المركز السابع، مقصة في المركز الثامن، التاسع فاركو، العاشر سموحة، مركز ال11 المقاولين، ال12 البنك الأهلي، 13 إنبي، بعد كده الإسماعيلي، المصري، غزل المحلة، شرقية الدخان، وكوكا كولا. هو ده ترتيب بطولة الجمهورية 2001. ما شاء الله النادي الأهلي متصدر وعندنا لعيبة تقدر تحسم بطولة دوري الجمهورية للشباب. نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين في حوارنا مع ضيف الكابتن أحمد نبيل كوك. أهلا بحضراتكم من جديد، بجد تحية بحضراتكم وبضيف الكابتن أحمد نبيل كوك. كابتن أحمد، وإحنا دلوقتي في وقت يعني ذكرى القضية، ممكن كانت 27/11 السنة اللي فاتت وإحنا بنمر في الأسبوع بتاع القضية، فاكر مباراة الأهلي والزمالك وأنت كنت موجود في وقتها قبل المباراة وفي المعسكر بتاع المباراة؟ أكيد طبعا، ده ماتش ما يتنسيش بالنسبة لجمهور النادي الأهلي كله وبالنسبة لأفريقيا كلها، واحد من أفضل النهايات في تاريخ أفريقيا، فأكيد كانت ذكرى جميلة طبعا. وهدف القاضية ده واحد من أشهر الأهداف دلوقتي في العالم، وهو بصراحة قفشة يستاهل كل خير، يعني واحد من أفضل لعيبة في مصر، وهو لعيب طيب ومجتهد ومحترم ومتواضع، واحد من اكتر اللعبه اللي وقفت معاه من اول ما طلع. شعورك ايه وانت شايف الكره بتروح في الثواني الاخيره في المباراه؟ فضلت اجري في الشقه بقى انا وعيلتي كلها، لان عيلتي كلها اهلاويه طبعا، اهلي ووالدتي ووالدي، فكان احساس ما توصفش طبعا. عايز اكلمك عن المنتخب الاولمبي، انت واحد من اللعيبه اللي انضمت للمعسكر اول تجمع المنتخب الاولمبي مع كابتن شوقي غريب في بدايه المنتخب، يعني قول لي بقى المعسكر، اجواء المعسكر اللي فاتت، كابتن شوقي غريب وكلامه ليكوا كان ايه يعني ايه الكلام اللي قاله في اول تجمع؟ يعني ده كان اول معسكر لنا كمنتخب اولمبي مش منتخب شباب. ايوه. الفتره الجايه دي عندنا بطولات وديه وعندنا فتره مهمه جدا بنستعد لبطوله افريقيا عشان اولمبياد باريس 2024. كابتن شوقي غريب من اول يوم صراحه يعني اتكلم معنا عن اهميه الفتره اللي جايه دي، وعن مهم جدا ان احنا نعمل حاجه لنفسنا وحاجه غيرنا لسه اللي قبلنا وصلوا لمرحله ان هم خدوا بطوله افريقيا ووصلوا لدور الثمانيه في الاولمبياد، فاحنا لازم نعمل ده ونعدي ده كمان، لان ده المفروض اللي احنا نشتغل عليه وده اللي احنا بنسعى ليه. فكان معسكر كله روح ايجابيه ومعسكر جميل، وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه دي يطلع جيل كويس ومنتخب كويس، ان شاء الله نقدر نعمل حاجه لبلدنا ان شاء الله. هيكون عندكم في تجمع الشهر القادم بطوله شمال افريقيا صح؟ في بطوله شمال افريقيا شهر 12 في ليبيا، واظن عندنا كمان ماتشين وديين في شهر 1، وفي شهر 3 برضو البطوله العربيه وديه برضو في السعوديه اظن، يعني وده يكون خير استعداد طبعا للمنتخب الاولمبي. واحنا بنتكلم دلوقتي عن المنتخبات، واحنا بكره في مباراه منتخب مصر الاول امام لبنان، نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الاول تحت قياده كروش. هقول لحضراتكم برضو انفراد 6 لاعبين من النادي الاهلي ان شاء الله بكره يكونوا موجودين في التشكيله الاساسيه لمنتخبنا الوطني اللي هيواجه لبنان الساعه 3 عصرا. تشكيله منتخب مصر هقول لحضراتكم انفراد دلوقتي على الهواء: حراسه المرمى محمد الشناوي، خط الظهر فتوح والونش وحجازي واكرم توفيق، خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السليه، محمد شريف وقفشه ومصطفى فتحي، وفي الهجوم مروان حمدي. بكره ان شاء الله 6 لاعبين من النادي الاهلي، ده انفراد لينا، هيكونوا متواجدين في التشكيله الاساسيه لمنتخب مصر: محمد الشناوي، اكرم توفيق، حمدي فتحي، السليه، محمد شريف، وقفشه. كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله، ويرجع عامل نتيجه ايجابيه من هذه البطوله، ويكون استعداد جيد وكمان اكتشاف لبعض العناصر في منتخب مصر، خاصة ان دي يعني المحترفين مش موجودين، فهتكون فرصة لكل اللعيبة ان شاء الله تثبت ذاتها من خلال هذه البطولة. كوكا، كان ليكوا تجربة قبل كده منتخب الشباب ما كانتش كملت مع كابتن ربيع ياسين، طبعا كلنا عارفين الظروف، لكن الفترة اللي جاية هيكون عندكم منتخب اولمبي، عندكم اولمبياد باريس هتكون 2024. الكابتن شوقي كلمكم من
على البطولة دي والاستعداد لها من دلوقتي والتحضير النفسي خاصة لسه قدامنا فترة ولا لسه ما جاش الكلام فيها؟ لا هو من أول يوم، من أول يوم زي ما قلت لحضرتك إن كلمنا إن إحنا ننسى الفترة اللي فاتت دي، ما كانش في توفيق، ربنا ما كانش رايد إن إحنا البطولة تكمل وفترة كورونا، فقدر ما شاء فعل يعني. فمن أول يوم هو اتكلم معنا عن بطولة أفريقيا واتكلم معنا على الأولمبياد واتكلم معنا إن الجيل اللي قبلنا خد بطولة أفريقيا، كانت في مصر الدنيا كانت أسهل، ممكن لسه مش عارفين البطولة هتكون فين أفريقيا، فطلب مننا إن إحنا نركز ونكون على قد المسؤولية عشان نقدر نوصل برضو زي اللي قبلنا عملونه ونوصل لأبعد إن شاء الله يعني. وإنتوا الجيل بتاعكم قادر إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. قول لي بقى، أنت لعبت باك ليفت ولعبت في وسط الملعب، المركز اللي أنت بتحبه وبتفضله؟ انا بحب مركزي في نص الملعب رقم 6. نص ملعب، ده اكتر مركز انا بحبه واكتر مركز انا بحب العب فيه. مين مثلك الاعلى في مصر؟ في مصر في مصر انا في حيره يعني، معانا في النادي الاهلي طبعا 3 لعيبه دوليين، 3 لعيبه كبيره، كابتن عمرو السولية وكابتن حمدي فتحي وكابتن اليو ديانج. فصعب طبعا حد يختار بين الثلاثه دول لعيبه كبيره. بتميل لمين اكتر؟ وكل واحد والله كل واحد ليه اسلوبه، حمدي فتحي وطريقته، حمدي فتحي ليه طريقه، كابتن عمرو ليه طريقه، ديانج ليه طريقه، فهم ما شاء الله يعني ميكس حاجه كده محترمه يعني. لكن بره مصر انا بحب كانتي طبعا. كانتي طبعا كانتي مسمار نص الملعب، هو حاجه غريبه كده في الملعب ما تفهمهاش، لكن واحد من احسن لعيبه واظن خد 5 امبارح او 6 افضل لاعب في العالم. واحنا بنتكلم عن بيتسو موسيماني وكلمتني عن كابتن سامي وصان، طبعا الكابتن سيد وحفيظ بيكون له دور خاصه في البدايات. طيب قبل ما اسالك عن دور الكابتن حفيظ، شايف الهدف ده والخماسيه بتاعت الاهلي والزمالك واليو ديانج وكمان عمليه التسديد اللي بدا ما شاء الله جاب هدفين من تسديدتين رائعين يعني؟ الماتش ده انا كنت حاضره في استاد القاهره، كان واحد من احسن الماتشات اللي انا حضرتها واحساس جميل طبعا. النتيجه ما خرجتش زي ما احنا عايزين، كان نفسنا تخرج اكتر من كده، لكن الحمد لله يعني ديانج في الفتره الاخيره دي كان بيشتغل مع كابتن سامي مصنع التسديد كتير جدا بعد هو قال بعد المباراه. دي حقيقه. كابتن سامي بيشتغل مع كل اللعيبه بصراحه بعد التمرين على اي حاجه ناقصاه، فهو اشتغل على الفتره الاخيره دي على التسديد وربنا كرمه يعني جاب جولين. يعني الكابتن سامي كمتنبي كان بياخده بعد التمرين على مهاره التسديد دي. دي حقيقه، دي حقيقه، كان بعد التمرين كان كل ربع ساعه نص ساعه، والعكس محمد شريف الراسيات في الفتره اللي انا كنت بلعب فيها كروسات. كابتن سامي يعني ليه دور كبير جدا في الفريق الاول يعني. طيب عايزك بقى اسال عن دور الكابتن سيد وحفيظ، انت قلت لي بيتسو موسيماني ودعمه ليك كابتن سامي ومصان، واول مباراه قدام ابو قير الاسمده وكان بيهزر معاك ويخرجك من جو المضغوط، كابتن سيد وحفيظ. كابتن سيد واحد من اكتر الشخصيات اللي انا بحبها لان شبهنا اهلاوي جدا، تحسه ثالثه شمال كده. لا وخلي بالك ايه، كابتن سيد خارج من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. بالظبط، انا برضو يعني ليا صوره معاه، والله ليا صوره معاه زمان جدا، كنت انا صغير قوي وكان نفسي اتصور معاه صوره، لكن ان شاء الله الفتره اللي جايه نحطهم برضو جنب بعض كده. فكابتن سيد واحد من اكتر الناس اللي بتتكلم مع الناشئين وتعرفهم قيمه النادي الاهلي. حلو. كويس جدا، لان هو واحد من اكتر الناس اللي عاشرت اجيال كتير وعنده خبرات كبيره طبعا. اكيد طبعا. فمن اكتر الناس كان بتتكلم معانا وتوعينا، وكان كل ماتش بصراحه كان بيجي يتكلم معايا ويشيب بيا، وكان فانا بشكره طبعا على الفتره الاخيره دي. اخيرا يا كوكا، قول لي بقى طموحاتك مع الفريق الاول بالنادي الاهلي ايه؟ ان شاء الله يعني انا نفسي الفتره الجايه الواحد يعني ربنا يكرمه ويرجع للصوره تاني، نفسي اكون موجود مع النادي الاهلي، نفسي العب في الليفل ده دايما، فان شاء الله يعني ربنا يكرمني باذن الله اكون على قد المسؤوليه الفتره الجايه. طموحاتي مع النادي الاهلي اكيد كل البطولات، بلعب في احسن نادي في افريقيا. ربنا يكرم ان شاء الله بقى اخد افريقيا وانا بلعب واروح كاس العالم. انت متايد في القائمه الافريقيه؟ متايد الحمد لله في القائمه الافريقيه. كويس قوي، فان شاء الله يعني. انت متايد، يبقى انت عندك فرصه انك النهارده تكون متواجد برضه في كاس العالم للانديه، متواجد في السوبر الافريقي، يعني عندك ان شاء الله بطولات كتير. اكيد، انا برضو السنه اللي فاتت كنت متقاعد في البطوله الافريقيه اللي احنا خدناها دي واتحسبت لي يعني الحمد لله. ان شاء الله بقى السنه الجايه ناخد افريقيا وان شاء الله يكون الواحد ليه تاثير فيها باذن الله. قول لي، واحنا بنتكلم عن يعني طموحاتك مع النادي الاهلي، انت كام بطوله دلوقتي؟ انا حاليا واخد سوبر افريقي، واخد كاس مصر، واخد بطوله افريقيا. تاني سوبر افريقي، سوبر افريقي وبطولة افريقيا وكاس مصر.
ثلاث بطولات. ثلاث بطولات مع النادي الاهلي وانت لسه في اول سنه وفيهم كمان بطولات قاريه. اكيد بطوله افريقيا والسوبر الافريقي. لا انت ان شاء الله قدامك مشوار طويل يكون مليء بالبطولات، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق يا كوك. ان شاء الله باذن الله. شرفتنا ونورتنا حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. حابب اشكر حضرتك جدا، يعني برنامج جميل ده اللي بيزر كل الناشئين عندنا وبيدينا فرصه كبيره لكل الناس تشوفنا وكل الناس تعرفنا. فانا طبعا حابب اشكر حضرتك، ان شاء الله ربنا يكرم حضرتك كده في البرنامج وناس كتير تطلع. واحنا بص انا ببقى اسعد واحد لما بيكون واحد احنا اتكلمنا عنه وهو صغير ودلوقتي طلع مع الفريق الاول ولعب وبدات الناس تعرف. احنا اسعد ناس كفريق عمل الاشبال كلنا. بالظبط، انا بنشكر حضرتك طبعا وبشكر حضرتك كمان بالنيابه عن اللاعبين. البرنامج بيظهر كل اللاعبين مش انا بس ولا اي حد بس. وطبعا في الاخر بشكر والدي ووالدتي واخواتي، ربنا يخليهم ليا ان شاء الله اكون عند حسن ظنهم الفتره اللي جايه. بشكر جدتي بتدعي لي دايما ماشي بدعائها يعني. فانا بشكرهم جدا يعني، وان شاء الله خلهم يكونوا فخورين بيا باذن الله وحقق لهم كل اللي نفسهم فيه ان شاء الله. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا وتنالك كل التوفيق. قبل ما ننهي حلقتنا النهارده واشكر ضيفي، اللجنه القانونيه بالنادي الاهلي تجتمع غدا لبحث اسباب عدم اعتماد فوز الاستاذ العمري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكيه والعرض على مجلس الإدارة لتحديد الخطوات القادمة. مرة تانية، اللجنة القانونية بالنادي الأهلي تجتمع غدا لبحث أسباب عدم اعتماد فوز الأستاذ العمري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية والعرض على مجلس الإدارة لتحديد الخطوات القادمة. بكده وصلنا لنهاية حلقتنا. بشكر ضيف الكابتن أحمد نبيل كوكا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. نشوف حضراتكم إن شاء الله الأسبوع القادم وحلقة جديدة من الأشبال. شكرا وإلى اللقاء.